خلينا نرحب باستاذ علي شحاته واخبار نادي الزمالك. اهلا بيك يا استاذ علي، ويعني سعداء بوجودك معانا. مساء الخير يا استاذ احمد، ازي حضرتك؟ يا رب تكون بخير. يا رب دايما يا رب، وبشكرك دايما، بتنورنا وبتشرفنا. ربنا يخليك يا فندم. اخبار نادي الزمالك. طيب في البدايه كده هنتكلم عن الملف اللي بيتقال في اليومين دول في المواقع والجرايد والقنوات الفضائيه، ان الزمالك بدا المفاوضات مع بعض لاعبي بيراميدز اللي هو بيتكلم فيه احمد ايمن منصور زي كل سنه، وكمان دخل في الموضوع عمر جابر. انا تواصلت مع حد قريب من حازم فتوح وكيل كارترون، وسالته عن موضوع اللعيبه دي يا استاذ احمد، قال لي نصا انه ما فيش اي كلام مع اللعيبه، خصوصا ان الزمالك اللي هو هيبدا مفاوضات هيكون بدايه الموسم، مش في اول مش دلوقتي، يعني الزمالك موقوف من خيط، فمش هينفع اجيب لعيبه دلوقتي. تمام. طيب دي حاجة. الحاجة التانية، الزمالك خلاص رضخ لمطالبات مصطفى فتحي، وبالفعل الصفقة قربت على الانتهاء، هيتم دفع 400 ألف دولار للنادي السعودي، للنادي الزمالك من قبل النادي السعودي، واللاعب هيرحل لمدة 3 مواسم ونص. خلاص، يعني مصطفى فتحي خارج نادي الزمالك. بالفعل. تمام. طيب الفريق، نرجع للفريق بس الاول عشان في اكتر من حاجه كده. اكيد بخبر اصابه شيكابالا بكورونا، ربنا يشفي يا رب يا رب. ويشفي كل مرضانا. كمان في يعني حصل بعض يعني في اسمها مساحات كده استثنائيه يعني اضافيه النهارده، حصلت تاني بعد الاختلاط مع شيكابالا لما رجع، عشان كده باكد الخبر ان شيكابالا ظهر في تدريبات نادي الزمالك بس في تدريبات الجيم، لكن هو كان موجود في النادي، علشان كده عملوا مسحه النهارده تاني عشان موضوع شيكابالا، واللعيبه هينتظر التحليل بكره، نتيجه التحليل بكره لو في اي حاجه هيتم استبعاده من المعسكر لمباراه قيم امبي اللي هتكون يوم الجمعه. يوم الجمعة بإذن الله. تمام. طيب هنقول التشكيل الاقرب لنادي الزمالك النهارده الخميس وبكره الجمعه، فهنقول التشكيل الاقرب لنادي الزمالك من دلوقتي. يعني هيلعب في خط الدفاع، في الاول الجون محمد عواد، من ناحيه اليمين هيكون حازم امام، محمد عبد الغني، هيكون حمد علاء في قلب الدفاع، على الشمال عبد الله جمعه او محمد عبد الشافي، في قلب الملعب طبعا طارق حامد، هيكون على يمينه احمد زيزو، محمد عبد العزيز زيزو، وهيكون على شماله محمد اشرف رؤى. قدام هيكون موجود رزاق سيسي على الناحية الشمال، وعلى الناحية اليمين هيكون موجود مصطفى فتحي، وفي القلب منهم يوسف ابراهيم اوباما، وقدامهم عمر السعيد. تمام. ده تشكيل الزمالك الاقرب لمواجهة انبي في بطولة كأس مصر. اعتقد مساحات اليوم هتحدد بقى بشكل كبير برضو مين اللي داخل القايمة مين اللي خارج القايمة، لان برضو زي ما النادي الاهلي فيه غيابات بسبب كورونا، ربنا يستر. يعني ده يعني وارد في الفترة اللي احنا بنشوفها دي. صحيح. يعني هو اللعيبه كانت موجوده في المعسكر، وكان شيكابالا من الناس اللي قال عليها في كورونا، بس المسح اكدت سلبيته وبعد كده اكد ايجابيته، فعشان كده اللاعب تم استبعاده. يعني فكورونا مش الدنيا مش مضمونه يعني. تمام. طيب هنشوف بقى الاستاذ حسين البشبيشي عضو مجلس اداره اتحاد كره السله ورئيس لجنه الشؤون رئيس لجنه شؤون اللاعبين، بيتكلم بقى على شكاوي فسخ التعاقد اللي قدمها بعض لعيبه الزمالك اللي هم انس اسامه ومصطفى كيجو. قال في تصريحات النهارده في تصريحات تلفزيونيه، انا يعني يا استاذنا لما بناخد شكوى من اي لاعب في الدوري المصري له عقد، سواء مع نادي مصري او سواء لاعب مصري او اجنبي، بيقول انه ما حصلش على مستحقاته وفقا لبنود العقد اللي بتربطه بالنادي. وقال كمان انه لما بتيجي طلبات زي دي بنراجع النادي بخطاب رسمي، انه لو سمحتم العقود بتنص على كذا، فعاوزين صوره تقول انكم دفعتوا المستحقات. تمام. ده ليه ده طلعت التصريحات دي ليه يا استاذ احمد؟ علشان لعيبه الزمالك بالفعل قدموا شكوى، وكنت قلتها مع الاستاذ عبد الناصر زيدان، انه اللعيبه قدمت شكوى في نادي الزمالك ان هم ما حصلوش على مستحقاتهم اللي هم انس اسامه ومصطفى كيجو. تمام. والعديد برضو من لعيبه السله، مش هم الاثنين دول بس، علشان كده اتحاد السله بعت انذار لنادي الزمالك، يعني بيطالبوا بدفع المستحقات. كان مجلس الاداره اصلا في الوقت دوت وهو بيوصل له الانذار كان بيدفع مستحقات اللعيبه اللي في كره السله او جزء من المستحقات. حصلت مشكله ما بين اللعيبه، وهم اتنين من اهم اللعيبه على فكره في نادي الزمالك، اللي هو مصطفى كيجو وانس اسامه، من اهم اللعيبه في نادي الزمالك، عشان كده حصلت مشكله ما بينهم، بس هدوا الاوضاع دلوقتي عشان الانتخابات. لكن انس لازم اسامه نلم الأوضاع طبعا. بالظبط كده، عشان انس اسامه اصلا، خصوصا ان انس اسامه ده لعيب محبوب اصلا من كل اطراف اللعبه في مصر هنا، سواء في جماهير الزمالك او لعيب على مستوى عالي جدا ونجم من نجوم منتخب مصر. عشان كده خساره اللاعب زي دوت في وقت زي ده هو خساره انتخابيه مش اكتر يعني. تمام. فعشان كده لموا الدنيا واللعيبه خدت مستحقاتها، وده حل جزء كبير من المشكله يعني. تمام.
طيب كارتيرون زي ما قلت لحضرتك رفض موضوع عمر جابر واحمد ايمن منصور، كمان كارتيرون الاستاذ عبد الناصر اتكلم، يعني قصدي محمد عبد الغني لاعب الزمالك اتكلم النهارده امير مرتضى منصور كلمه في موضوع انه بيراميدز بيطارده. قال له انه بيراميدز مقدم له عرض كبير جدا، وكان فعلا بيراميدز قدم له عرض في بدايه الموسم الزمالك رفضه. هل فعلا حقيقي ولا شغل وكلة؟ لا لا لا، هو يعني هو محمد عبد الغني قعد مع امير مرتضى منصور قال له بالفعل ان في بيراميدز بيكلمه في عرض مالي كويس جدا، هو عايز يشوف راي النادي، هو مجدد لحد 2024 ومفيش شروط جزائيه، فهو عايز يشوف راي النادي. طبعا امير مرتضى منصور من اول وهله رفض الموضوع، قال له لا، لو هيكون في كلام هيبقى في نهايه الموسم مش دلوقتي، وهيكون كمان بصفقات تبادليه مع بيراميدز ومبلغ مالي كبير، انت نجم كبير يا محمد، ده اللي اتقال يعني. لكن مع محمد عبد الغني هو نفسه في الموضوع يتم، وكان من بدايه الموسم الدوام يعني، هو من بدايه الموسم في الانتقالات الصيفيه هايل هايل. بس. فما الاستاذ امير مرتضى منصور رد على محمد عبد الغني طالبه بالصبر لنهايه الموسم علشان نعرف نشوف موقفه يعني، سواء بالرحيل او بالاستمرار مع نادي الزمالك. تمام. طيب كارترون طلب من امير مرتضى مين؟ امير مرتضى منصور اثنين من اللعيبه، الاستاذ احمد يعني قال له ركز عليهم الفتره اللي جايه علشان لو هيكون في تعاقد مع حد هيكونوا هم ليهم الاولويه في التعاقد معاهم. مين هم اللعيبه؟ اللاعب محمد هلال لاعب البنك الاهلي اللي هو كان من ناشئين وادي هو دجله، لعيبة ولا مميزة. جدا جدا، وكمان اللاعب احمد عاطف المهاجم اللي بيلعب في نادي فيوتشر اللي هو من ناشئين برضه وادي دجله، يعني هو اصلا مقتنع جدا بناشئين وادي دجله، علشان كده لما اتكلم مع امير قال له ركز على الاثنين اللعيبه دول وكل ناشئين وادي دجله حطهم تحت المجهر، وانا كنت موجود في وادي دجله وعارف المستوى عامل ازاي في وادي دجله وخاصه في قطاع الناشئين. تمام. دي كانت كل اخبارنا النهارده في نادي الزمالك، يا رب نكون وفينا مع يا حضرتك. رب نتمنى الهدوء الفترة اللي جاية مع دخول الانتخابات، كالعادة الوتيرة بتتصاعد، إن شاء الله الأمور تبقى أفضل وأفضل دايما. بشكرك كالعادة أستاذ علي شحاتة، شكرا جزيلا.